استأنف أزيد من 10 ممارسين وممارسات لا تقل أعمارهم عن 6 سنوات استأنفوا تداريبهم في رياضة الكاياك بمارينا سلا حيث مقر نادي الأولمبيك المغربي للعبة وسط أجواء فرحة كبيرة بعد فترة توقف عن النشاط استمرت ما يقرب من 3 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. كنا كنحسوا براسنا زعما بحال اللي محبوسين، دابا ملي رجعنا بحال اللي تطلقنا. حسيت زعما بالفرحه وبلا ليبرتي، حسيت براسي فرحان بزاف بزاف بزاف. ركبت في الكانوي ديالي كاياك، توحشتو بزاف. شي صحابي والاساتذه ديالي اللي كانوا كيدربوني توحشتهم بزاف بزاف بزاف. ووجد الأطفال المعتادون على قضاء جزء كبير من يومهم في المدرسة أو في نادي الأولمبيك المغربي للتجديف وقوارب الكاياك حيث يقضون أوقاتا ممتعة، وجدوا صعوبة في التكيف مع هذا الحجر، لكن ذلك لم يمنعهم من الحلم ريثما يتمكنون من مغادرة منازلهم. كانت هناك واحد المراقبة عن طريق الفيديو كونفرنس، حاولنا ما امكن نحافظوا شويه على اللياقه ديال لي زاتليت ديالنا. كانوا دي سيونس مع المدير التقني اللي كان كيتكلف بها، ولكن هذاك الشيء ما كيكونش كافي على حسب النفسيه ديال لي زاتليت. في الدار الدري كيف ما كتعرف كيكون موتيفي، كيكون كيدير الحركه بزاف، كيبرز الدار ديالهم، دونك كان كيجي لهنا كيفرغ ديك الطاقه اللي عنده، ما بقاش عنده فين يفرغ الطاقه، كيفرغ الطاقه في الدار ديالو. دونك حنا خديناهم ولات عندهم بحال القاعده. ولان اجواء الحركه والنشاط واحيانا الضجيج وحتى الارتباك بعد الرجوع التدريجي الى الحياه الطبيعيه هي من اجمل فترات ما بعد الحجر الصحي، يعود الاطفال الى نهر ابي رقراق بحماس وشغف لمواصله الرحله الرائعه مع التداريب، حيث كان هؤلاء الاطفال يتخيلون بالفعل ما سيفعلونه بعد مكوث اضطراري بالمنزل استمر طويلا بالنسبه اليهم.